إذا قال لك قائل: ما هي الحكمة من أن الملائكة لا يتشكلون بأشكال النساء ويتشكلون بأشكال الرجال؟ فقل: لأن الأنبياء كلهم رجال، والرجال من حيث الجملة أفضل من النساء، وإن كان بعض النساء أفضل من بعض الرجال. وإذا قال لك قائل: ما هي الحكمة من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محفوظون من أن يصيبهم مرض ينفر الناس عنهم كالبرص والجذام وخروج الدود من البدن؟ فقل: قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا الحكمة تقتضي أن يكون الأنبياء لا يصابون بأمراض منفرة، لأن هذا ينافي حصول التبشير منهم. فمثلا سيدنا أيوب عليه السلام مرض 18 عاما، ولكن لم يخرج من جسده الدود، ولم يكن مرضه منفرا للناس من مجالسته والإفادة منه، ثم عافاه الله وأذهب عنه مرضه وعوض عليه ماله ورزقه أولادا ضعف ما كان عنده، والله أعلم وأحكم.